بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند طلب الكثير من الزملاء والزميلات، سأقوم اليوم بدرس متعلق بكيفية إعداد جدول تعداد المناصب المالية، وكذلك كيفية إعداد القائمة الاسمية السنوية. Nous allons aborder comment préparer les états des effectifs des postes budgétaires ainsi que la liste nominative du personnel. إذا أولا نتناول كيفية إعداد جدول تعداد المناصب المالية. من أجل ذلك يجب أن يتوفر لدينا ما يلي: أولا يجب أن نحضر نضع بجانبنا مدونة المناصب المالية لسنة 2020، هنا في هذا المثال طبعا أي السنة الحالية اللي حنا لا نبغي نديرو تعداد المناصب المالية تاعها. جدول تعداد المناصب المالية للسنة السابقة لهذه السنة أي 2019 في هذا المثال، وكذلك كل حركات اللي قمنا بها هذه السنة، لأننا مثلا قمنا باستيداء، قمنا بتقاعد، كان للنقل، كان توظيف، يعني كم من هذه الحركات. كنا تحدثنا عن معنى الحركات وكيف القيام بها في مخطط التنمية البشرية، لكن احنا في هذا المثال حنتناول فقط أننا نحضر المقررات المتعلقة بحركات المستخدمين للسنة الحالية، وكذلك إذا كانت عندنا مناصب تحت القيادة نقوم بتحريرها حتى لا يقع أي خطأ. بالنسبة لهذا جدول تعداد المناصب المالية، كيف يكون شكله؟ شكل جدول تعداد المناصب المالية أننا في الأول نوجد الوظائف العليا، ثم المناصب العليا بنوعها الهيكلية والوظيفية، ثم الأسلاك الخاصة، بعدها الأسلاك المشتركة، ثم المتعاقدون. إذا من أجل المثال باش يكون واضح، نفرض أن المدونة المالية للطابين لسنة 2020 هي نفسها تشبه مدونة المناصب المالية لسنة 2019، يعني المناصب اللي منحوهن في 2020 نفترض أنها لم تتغير، هي نفسها اللي منحوهن في 2019. Nous allons supposer que l'état B de l'année 2020 est identique à celui de 2019 et cela pour faciliter l'explication de l'exemple. إذا كيف يكون تعداد جدول تعداد المناصب المالية؟ طبعا قبل ما نشوفوا هذا الأمر نحتاج، لماذا نحتاج جدول تعداد المناصب المالية لسنة 2019؟ لأنه به احنا على بالنا بلي هذا جدول تعداد المناصب المالية تاع سنة 2019 المناصب الحقيقية تاعه، هي المناصب المالية الحقيقية هي المناصب اللي كانت 31/12/2019، يعني ابتداء من أول جانفي 2020 حدثت الحركات في سنة 2020، بالتالي لأن في 2019 راح إما نزيدوا عليه إما نقصوا عليه على حسب الحركة اللي كانت عندنا في 2020. وقبل أن أواصل أذكر أن الملف جدول تعداد المناصب المالية سواء 2019 أو 2020 تجدون في نفس الملف على صندوق الوصف، يمكن طبعه حتى متابعة، لأن في هذا المثال راني مقسمة جدول المناصب تعداد المناصب المالية مقسمتها على عدة أجزاء على حسب اللي ذكرت. نبدأ هذا بالنسبة لجدول تعداد المناصب المالية. هنا عندنا العمود، هنا الوظيفة أو الرتبة أو المنصب العالي أو منصب الشغل، هنا عندنا لطابي، هنا المناصب المالية مفتوحة، المناصب اللي عطاوهالنا في لطابي، ونحترمو كما قلت الوظيفة العليا ثم المناصب العليا ثم الأسلاك الخاصة ثم الأسلاك المشتركة ثم المتعاقدين، وذلك حسب مدونة المناصب المالية. يمكن بعض القطاعات ما عندهمش هذا الترتيب، لكن أنا نتكلم عن الترتيب اللي عندنا في وسط السكن العمران والمدينة. لست أدري إن كان الترتيب يكون مختلف في لطابي، لكن إحنا نعتمد على الترتيب الموجود في لطابي. بالنسبة للسكن العمران والمدينة عندنا هذه الطريقة راح نعتمد عليها كمثال. طبعا المهم هو فهم المبدأ. إحنا واش الهدف تاعنا؟ الهدف أننا نفهم يعني تفهموا 2019 كيفاش خدمناها باش نقدروا نخدموا 2010. إذا نواصل عن المناصب المالية المفتوحة، هنايا عندنا لي طابي، هنا نديرو كاع لي بوست تاع لي طابي نديرهم في هاد الخانة، ثم المناصب المالية الحقيقية تاع 2019 هنايا، ثم الشاغرة اللي هي المناصب المالية المفتوحة ناقص الحقيقية، كنا تحدثنا بالتفصيل عندما تناولنا مخطط التنمية البشرية.
ثم هنايا عندنا مناصب مالية، إذا كانت عندنا مناصب مالية محذوفة، وهنا المناصب المالية متجاوزة قانونا، مثلا يكون واحد تخلى من إحالة، وضعية إحالة اجتداء أو عثرة مرضية وغيرها وخدمة وطنية، وما وجدش المنصب تاعه، يعني يكون استعملوا توظيف أو ما جاش أو غير ذلك، يدخل زائد أن عددهم يكتبوا زائد واحد عفوا المناصب العليا ثم الملاحظة إذا اقتضى الأمر. إذا نواصل، شفنا الوظائف العليا، شفنا المناصب العليا، نعبر له هنايا باش نوضح أكثر. عندنا هنايا مناصب هيكلية، ترى رئيس مصلحة، رئيس مكتب، رئيس القسم الفرعي، يعني على حساب الإدارة كيفاش هي الهيكلة تاعها. وهنايا المناصب المالية العليا الوظيفية، مثلا مرتبطة برتبة معينة، مثلا رئيس مشروع تقني لازم يكون مهندس معماري أو مهندس دولة في السكن والعمران أو مهندس رئيسي وغيرها من الرتب التي يمكن منحها هذا المنصب. كذلك رئيس شبكة إعلام آلي لازم يكون مهندس دولة أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي وغيرها من المناصب. هذه فقط أمثلة، لأن ماهيش مناصب، ماهيش كلها هنا، لأن في طبيب فقط، هذه أمثلة للتوضيح. عندنا 10 مناصب، هنا أنا فقط 8 هي اللي مشغولة واثنين هي اللي باقية. رئيس مكتب قناة 2 مازال ما داوش في 2019، كان مازال ما داوش، يعني 2 هنايا منصب شاغر. كذلك بنفس الطريقة مواصل. الآن نروح للأسلاك الخاصة أو الأسلاك التقنية، لو كور سبيسيفيك و كور، يعني يمكن نهضرو نقولو كور تكنيك، يقولو كور سبيسيفيك. إذا هنا عندنا هذه الرتب. أنا مثلا هنا أنا عطاونا منصب رئيس مهندسين معماريين، لكن ما كاش حد يحقه، يبقى هذا المنصب شاغر. وهنا مهندس رئيسي في السكن والعمران، عندنا 5 مناصب، فقط 2 مناصب حقيقية، وعندنا 3 × 5 = 3. هذا مهندس رئيسي في السكن والعمران، 2 شاغرين منهم مناصب عليا. كذلك مهندس دولة، 3 شاغرين منهم مناصب عليا. احنا ما يهمنا لا رئيس مكتب ولا رئيس، ما نقولوش هنا، فقط 3 مناصب عليا. مقررات راهي عند، راهي عندي انا، عارف شكون هو اللي راه مهندس دولة، ده عنده برا المنصب العالي تاعه. واش هو؟ عندي مهندس معماري تقني في السكن والعمران، تقني سامي في السكن والعمران. هنايا هنا ملاحظة، لأنها كاين 2 تقنيين راهم في طور التكميم في 2019، كانوا مازال ما كملوش 31/12، كانوا مازال ما كملوش التكوين تاعهم، هادو هما المناصب اللي خصناها لهم، ولكن ما كانوا ما كملوش التكوين تاعهم، وبالتالي نوضع هذه الملاحظة باش هاد المناصب يقعدوا لنا في 2020. إذا عندنا هنا 5 مناصب عليا، عندنا 50 مفتوحة تاع أسلاك خاصة، كي نجمعو هنا نلقاو 37، كي نجمعو هنا نلقاو 13، وفي نفس الأفقي والعمودي راح نوجدو نفس الشيء، 50 × 37 = 13. كذلك بالنسبة للأسلاك المشتركة نفس الطريقة، هذه المناصب المفتوحة تاع الإطابي، هذه المناصب الحقيقية إلى بعنوان 31/12/2019، وهذه المناصب الشاغرة اللي كانت بقيت لنا في 31/12/2019. وهنا عندنا 3 مناصب عليا، 2 تاع متصرفين، 1 تاع مهندس رئيسي في العالم الآلي تاع الشبكة. وهنايا كي نجمعوا 5 + 3 راح نتحصلوا على 8، اللي هي المناصب الحقيقية للمناصب العليا. إذا نواصلوا متعاقدون نفس الطريقة، عندنا توقيت كامل، عندنا توقيت جزئي، عندنا محدد المدة، عندنا غير محدد المدة، عندنا المهم هما كامل هؤلاء المتعاقدين وضعوهم هنايا. عندنا المناصب المالية المفتوحة 27 منصب، منهم 25 مشغول، وبقات 2 مناصب شاغرة. وهذا هنايا نجمعو المجموع الكلي، هذا المجموع 5 تاع المتعاقدين، 4 تاع الأسلاك المشتركة، 3 تاع الأسلاك الخاصة، 2 تاع المناصب العليا، و1 تاع الوظيفة العليا، نجمعهم نتحصلو على 118. هنا لازم كي نشوفو لي طابي نشوفو انه فعلا كي نجمعو لي كونتراكتويال مع لي تيتولاغ نلقاو 118، اذا كان هنا مقيناش 118 يعني انه هذا راه كاين خطأ ما. وهذه المناصب المشغولة الحقيقية، 25 + 21 + 37 + 8 + 1، نتحصلو على 92، 118 × 92 = 26. كذلك عندما نجمع هذه المناصب راح نلقى 26. إذا احنا هذا تاع 31/12/2019، لكن احنا اللي همنا في الدرس كيفاش نديرو جدول تاع المناصب المالية تاع سنة 2020. إذا حنا نفرض أن سنة 2020 صارت لنا هاد الحركات، درنا 2 رئيسي مكتب، إعادة إدماج مهندس دولة بعد الحالة العطلة المرضية طويلة المدى،
أنا توظيف مهندس معماري، ترقية تقنيين في السكن المعمار الذي تحدثنا عنهم، تقاعد متصرف، تكفل مصر متصرف رئيسي بعد النقل لأن جاء عندنا متصرف رئيسي، إعادة إدماج كاتب بعد الإحيال على الاستيداع، ولا يكون هناك ليس هناك تغيير لدى المتعاقدين. إذا نبدأ المناصب العليا، تعيين رئيسي مكتب في الرتبات مهندس معماري، ممكن يكون رتب أخرى، يعني إحنا هذا المثال يعني الزوج مهندسين معماريين أعطاهم مناصب عليا. إذا هنايا هذا تاع 2019 الطريقة اللي راح نخدم بها، هنا نوضع الفوق تاع 2019 اللي شفناه، وهنا كيفاش تحول تاع 2020، كيفاش أصبح عندنا هذا جزء من الجدول. إذا المدير باقي غير هو، هنا اللي تغير رئيس مكتب، كان عندنا 5 مفتوحة، 3 حقيقية وزوج شاغرة. هذا الزوج الشاغرة احنا عينا زوج رئيسي مكتب، راح هذا الزوج راح نزيدهم هنا، يصبح عندي 5 مفتوحة، 5 حقيقية وصفر شاغرة، 5 ناقص 5 تساوي الصفر. هنا راح يتبدل الأمر، راح نزيدو هذوك الزوج اللي عيناهم، وهنا يصبح عندنا 0 مناصب شاغرة. بالنسبة للأسلاك الخاصة كما قلنا، إعادة إدماج مهندس بعد مهندس دولة مستقل العمر بعد الحال على تطاول المدى، إذا كان عندنا 8 مناصب حقيقية كنزيدو شحال يصبح عندنا؟ يصبح عندنا 9. ثم قلنا مهندس معماري قمنا بالتوظيف، كأن 10 مهندسين 9 مهندسين ولي عندنا 10. وتقنية في السكن والعمران، الآن هذو الزوج تقنيين اللي كنا تحدثنا عليهم خلاص كملوا التكوين تاعهم ولاو تقني سامي في السكن والعمران، إذا هادو 8 يصبحوا 10، 10 ناقص 10 تساوي الصفر. وهذوك الزوج اللي كانوا هنايا كانوا 10 هما، وزوج منهم ولاو تقني سامي في السكن والعمران، إذا راح نقصوهم ولي عندنا 12، ولي عندنا 8 تقني سامي في السكن العمران، 12 ناقص 8 تساوي 4، يعني اللي نقصوا هنايا زادوا هنا، واللي زادوا هنايا نقصوا هنا، يعني هذه هي الطريقة، يعني لازم ما يكون هناك توازن بين المناصب، لازم ما نغلطوش، لكن فقط كملاحظة، يعني هناك بعض الإدارات وبعض المصالح ما الوظيفة العمومية عندما يكون ترقيهم هذا النوع تحذف المنصب، لكن احنا يعني احنا متعاملنا مع مصالح مراقبة، منصب يتحرر لا يحذف. إذا بالنسبة للمنصب العالي هذا مهندس رئيسي كانوا 2، هنايا أضفنا مهندس معماري، لاحظوا هنا كان ما كانش عندنا هنايا، أصبح عندنا 2 منصب عالي، 2 زائد 3 5 زائد 2 7، كانوا 5 ولو زادوا 2 ولو 7. بالنسبة للأسلاك المشتركة قلنا جاءنا متصرف رئيسي التكفل بعد عملية النقل، كان هذا منصب شاغر 1، أصبح الآن هذا المنصب حقيقي. كذلك بالنسبة للمتصرف 1 فيهم تقاعد، يعني كان عندنا 3 مناصب أصبح عندنا 2. وبالتالي يكون عندنا 10 مناصب عليا كما شفنا، وهذه العمليات التي حدثت لنا. إذا الآن راح نشوف المتعاقدين، هي نفس الأمر ما تبدلش، بقاو غير هما، وبالتالي أصبح عندنا 118 97 21، كانت 92 ولا 97، وهذه المناصب العليا أصبحت 10. إذا هذا ملخص أو حصيلة لكل اللي خدمناه. بالنسبة للوظيفة العليا مدير بقى هو، قلنا مجموع جزئين المناصب العليا 10، ضفنا 2 ولات، كان عندنا 8 ضفنا 2 ولات 10، هنا 37 بعد زدنا واحد أدمج وواحد توظيف زادوا 2، ولا مجموع جزئي للشركة المشترك كان عندنا نقل موظف متصرف رئيسي وإعادة إدماج كاتبة، وكذلك إعادة إدماج كاتبة هنايا نسيت ما تكلمتش عليها، نعاود نقولها هنا، إعادة إدماج كاتبة بعد الإحالة على الاستيداع، هنا ولد عندنا 2 2 0. إذا هنايا نعاود نقول إعادة إدماج كاتبة هو تقاعد متصرف، وكذلك نقل متصرف رئيسي، أصبحنا 22. ثم هنا المتعاقدين بقى غير هو.
إذن هذا فيما يتعلق بجدول إعداد إعداد جدول تعداد المناصب المالية. إذا نلخص، عندنا جدول تعداد المناصب المالية لسنة 2019، نخدمو بيه نحطو حدانا، نشوفو الحركات اللي كانت عندي في 2020 من خلال المقررات اللي عندي، ونقوم بعملية حسابية، اللي زدته زدته واللي قرأته قرأته، يعني هي فقط الاعتماد على مدونة المناصب المالية لسنة اللي نخدم فيها سنة 2020، نخدم بيها نخدم مناصب تاع 2019 نزيد عليها ولا ننقص على حسب حركة المستخدمين تاع 2020، ونقوم بعمليات الحسابية يعني بطريقة سهلة بسيطة، وأهم شيء هو التنظيم في العمل. إذا باش نقوم بإعداد قائمة المستخدمين، القائمة الاسمية التي سأشار عليها من طرف مصالح المراقبة، لازم نعرف شو هو التعداد الفعلي. التعداد الفعلي كيفاش نتحصل عليه، تاع بصح اللي راهم يخدموا في ذاك الوقت، يعني ناخذ الجميع، عندنا المدير وعندنا الأسلاك الخاصة، الأسلاك المشتركة والمتعاقدين. راح ننزع المناصب العليا في الحساب على خاطرهم داخلين في الموظفين، يعني هذا باش راه عنده منصب عالي هو راه مهندس، يعني بالتالي ولا راه متصرف ولا أي سلك، يعني ممكن يكون عنده منصب عالي تقني، ممكن يكون عنده منصب عالي رئيس فرع أو غير ذلك، لكن إحنا نعتمد على هذا الأمر في بأن هذا راه عنده رتبة، اللي راه عنده سلك، اللي راه عنده منصب عالي، بالتالي في الحساب ما قداش نحسبوا مناصب العليا، فقط في الحساب يعني ماشي ما ندخلوهمش، فقط باش نعرفوا شحال عندنا من خدامين نحو المناصب العليا. وبالتالي عندنا هنا مثلا 87، لأن عندنا 10 مناصب عليا، 97 هذيك نقص منها 10. إذا بالنسبة لي القائمة الإسمية، كيفاش هو النموذج تاع القائمة الإسمية؟ هذا هو النموذج الذي يجب أن يتبع، ولكن للأسف يعني أكثر الإدارة بما فيها إدارتنا يعني ما تبعوش هذا النموذج، لأنه السؤال لماذا؟ يعني إحنا قلنا نموذج آخر، ولكن يعني هذا هو النموذج الذي تتبناه الوظيفة العمومية، ومن الأحسن يعني ربما نفكر باستعماله، لأنه هو نموذج شامل وكافي ووافي لجميع المعلومات المتعلقة بالموظفين. إذا إحنا نتكلم عن النموذج اللي نستعملوه في إدارتنا، يعني عندنا مثلا السلك متصرف، رتبة متصرف، إحنا قلنا مناصب مفتوحة 5، مناصب حقيقية 2 بعد يخرج المتصرف التقاعد، أصبحت عندنا المناصب الشاغرة أصبحت 3، طبعا المتصرف الصنف تاعه 12، والرقم الاستدلالي 537، رقم استدلالي الأدنى طبعا. إذا إحنا عندنا جميلة هي متصرف، هنا اللي تكلمت يعني ندمجوا يعني المنصب العالي، ما نديروش جميلة زوج مرات، ما نديروش جميلة رئيسة مكتب وحدها ونديروا جميلة متصرفة وحدها، كاين بعض الإدارات اللي يقوموا بهذا الشيء ماهوش خطأ، لكن حنا نقولوا حنا كيفاش نتعاملوا في إدارتنا، إنه كاين إدارات اللي يخدموا كما لي طابي صديقي، يديروا وظيفة عليا بعد المناصب العليا من بعد الرتب ومن بعد متعاقدين، يعني بعد حالة الوضعيات الخاصة. إذا حنايا يعني كل إدارة كيفاش تخدم، لكن لازم نفهموا المبدأ ويكون التعامل مع مصالح المراقبة أحسن. إذا إحنا عندنا هذا مثال، مثلا هي في الدرجة الثالثة، 31 آخر مرة 31/5/2019، وهذا بقاسم رشيد الدرجة السادسة 21/2/2020. لماذا 2020؟ لأنه هذا منصب عالي، يعني كل عامين ونص يترقى، إذا ترقى في 2020 نديره نخدم الترقية تاعه، ما نستناش السنة الموالية كما بالنسبة للموظفين رتب أخرى. إذا الآن ننتقل يعني بعد اللي درنا كاع الأسماء ودرنا المناصب الوظيفة، بدينا بالمدير ومن بعد المناصب العليا في بعض الأحيان، ولا الرتب مباشرة مع المناصب العليا. إذا نديروا المدير، نديروا الموظفين كاع الرتب، سلك مشترك وسلك تقني ثم سلك مشترك ثم متعاقدين، ننتقل إلى الموظفين اللي هما في حالات وضعيات خاصة اللي ممكن يرجعوا، مثل حالة الاستيداء، استيداء يعني ممكن يرجع، وبالتالي نوضع اسمه باللي راه في حالة استيداء لأنه ممكن يرجع، حالة انتداب، عطلة طويلة المدى، هذه الوضعيات التي عفوا نضعها هنا. نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس، إلى أن نلتقي في فرصة أخرى، شكرا لكم على تفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ترجمة